يا الله الله بالخير والعافية. العظمية واحدة من المناطق المختلطة اللي بيها مزيج الطوائف. كان لهذه المدينة العريقة أثر كبير في إنتاج مجتمع وخليط متجانس للشعب العراقي. أكو مسجد، أكو حسينية، أكو كنيسة بالعظمية. بدينا من هذا المكان، قبة زرقاء يحيط بها مبنى أثري وحدائق. حسينا من البداية أنه هو مكان مهم. مدفون بالعظمية الملوك اللي حكموا العراق بالحقبة الملكية، اندفنوا في مكان احنا نسميه بالعظمية المقبرة الملكية. أهم الملوك المدفونين هو الملك فيصل الأول والملك غازي والملك فيصل الثاني، بالإضافة للعائلة الحاكمة وأقاربها. العظمية واحدة من المناطق اللي بعدها محافظة على بعض الأماكن التاريخية. زورخانة، هي اللي زورخانة. الزورخانة كانوا الرجال بعد ما يكملون العمل مالتهم يروحون إلى الحمام إلى الزورخانة، فكان فد شيء رائع وفد شيء حضاري جميل بشكل. فيها حدائق النعمان وحدائق الأخطل التي تأتي بها العوائل، بيوتهم الصغيرة يأتون مع أطفالهم بعد المساء، يقعدون يأخذون العشاء، الدولمة والكبة والكباب، يقعدون يأكلون بيها. محطتنا الثانية كانت بوحدة من المناطق القديمة بمدينة العظمية. مشينا بأزقتها وتعرفنا على ناسها، ومن دربونا لدربونا نسأل شنو معنى اسم محلة السفينة. السفينة واحدة من أقدم مناطق مدينة العظمية، بس يقولون أنه هي أول أحياء المدينة اللي انسكنت بسبب قربها من المي وقريبة من مقبرة قريش. منطقة اسمها السفينة، وطبعا بالمناسبة أحب أعرج على اسم السفينة. السفينة يقال أنه كانت ترسو بها السفن اللي يأخذون بها الحاصل ويودوا إلى محافظات أخرى، فكانت السفن ترسي على هذا المكان فيسموه السفينة. اللي يميز العظمية هي كثرة الأسواق والمحلات التجارية، لأن ماكو شارع تقريبا يخلو من سوق.